للاطلاع على ظروف الحجاج والتجهيزات الأمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة أسامة زيتوني، المدير العام للإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة. مرحبا بك معنا سيد أسامة. للتوضيح فقط ولنكون دقيقين، مليوني حاج من الخارج والداخل، صحيح؟ نعم صحيح سيدي، أهلا وسهلا طيب. بك في البداية أهلا بك. يعني ربما العدد يتجاوز المليونين الحاج. طيب ما الجديد جديد اليوم التحضيرات لموسم الحج لتوفير مزيد من الراحة والأمان هذا العام عن الأعوام السابقة؟ ولله الحمد يعني لحد الآن الأمور تسير بشكل طبيعي جدا، وتقريبا يعني ما يقارب من 90% من الحجاج أصبحوا الآن متواجدين في مشعر منى وسط منظومة متكاملة من الخدمات ولله الحمد، وتم تصعيدهم إلى المشعر بكل يسر وسهولة ولله الحمد. حتى اليوم يعني كل شيء يسير على ما هو نعم. العام الماضي شهدنا يعني تطورات على الصعيد أمن الحجاج من كاميرات ومن تقنيات عالية، هل ستستخدم؟ بكل تأكيد ستستخدم هذا العام أيضا، هل من تقنيات أخرى أو شيء تحدثنا عنه لضمان أمن الحجاج هذا العام أيضا؟ بالتأكيد أخي كريم، يعني أنا أتحدث عن أمانة العاصمة المقدسة، أمانة في كل عام ولله الحمد لديها الجديد من المشاريع والأعمال والخدمات. على سبيل المثال هناك في هذا العام تم تدشين العديد من الطرق والمداخل للمشاعر المقدسة، تم زيادة عدد المداخل بحيث يتم يعني فك الاختناقات المرورية والقضاء على الازدحامات التي قد تحدث. كم كان وكم أصبح عدد المنافذ؟ ربما يعني يتجاوز 20 منفذ بالنسبة لمشعر منى وأيضا مشعر عرفات، يعني وجميع المنافذ مهيئة ومجهزة ومزودة بحراسات ومراقبة وكاميرات مراقبة كما تفضلت لمراقبة نفرة الحجيج وعملية سيرهم وتلقي البلاغات أول بأول وتسديدها. خدمات الطوارئ أيضا العام الماضي أيضا كان هناك استجابة سريعة وموظفين يتحدثون العديد من اللغات. نعم هناك فرق خاصة للطوارئ ولتلقي البلاغات على مدار الساعة، أيضا هناك إدارات لإدارة الكوارث وتأهبا لحدوث أي حالة طارئة لا قدر الله كالأمطار أو الحرائق، هناك العديد من الفرق الجاهزة لهذه الأعمال. الاستعدادات ليوم عرفة يوم غد سيد أسامة؟ بالتأكيد مشعر عرفة أيضا أصبح جاهز ولله الحمد من جميع النواحي، خاصة النواحي الخدمية من ناحية توفر المباسط والمواد الغذائية أعمال النظافة والمخيمات، وجميع المشهر جاهز على أتم وجه بإذن الله لاستقبال الحجاج عقب صلاة الفجر أثناء خروجهم من مشعر منى. ماذا عن مشعر منى؟ كم يستطيع أو يستوعب من الحجاج القادمين بعد نزولهم من عرفات؟ يستوعب المشعر كافة الحجاج بإذن الله، يعني المشعر طبعا غدا بإذن الله تواجد الحجاج في عرفات، تقوم الفرق بتنظيف مشعر منى مرة أخرى مستغلين عدم تواجد الحجاج فيه استعدادا لاستقبالهم مرة أخرى بعد عودتهم من مزدلفة، ويستوعب ولله الحمد الحافلات والحجاج بشكل جيد ولله الحمد. شكرا لك أسامة زيتوني، المدير العام للإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من مكة.